ثم قال: ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. مفردا يأتي ويأتي جملة وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن يأتي الخبر على ثلاثة أوجه: مفرد وجملة وشبه جملة، وهو ما أشار إليه بقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لا لا، أنا مرتب تلاوة، ما مشيت على الكتاب. الكتاب حاوية معنى الذي سيقت له: وإن تكن إياه معنى اكتفى بياك نطق الله حسبه وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن وأبدنه مطلقا. ثم قال وأخبر، لكننا جررنا البيت الأخير هذا ليكون مع إخوته. الخبر ثلاثة أنواع: مفرد، والثاني جملة، والثالث شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور. هنا نقول: ما هو المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه ولا شبهها. المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبهها. في باب الإعراب ما ليس جمعا ولا مثنى ولا ملحقا بهما، لكن هنا نقول ما ليس جملة ولا شبه جملة. الرجل قائم، الخبر مفرد ولا جملة؟ الرجل قائم، الرجل قائم. طيب الرجل فاهم، الرجل غير فاهم، الرجل غير فاهم. إذن انطبق عليكم هذان المثالان، منكم فاهم ومنكم غير فاهم. الرجل فاهم مفرد، الرجل غير فاهم مفرد. وين الجار المجرور؟ وين الظرف؟ غير مه ظرف ولا في جار مجرور. إذن المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. الرجل علمه قليل، الرجل علمه قليل جملة. طيب الرجل قام أبوه جملة. إذن هذا المثال الجملة: الرجل في البيت شبه جملة، الرجل أمامك شبه جملة لأنه ظرف. هذه أقسام الخبر ثلاثة. لكن الجملة يقول ابن مالك حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لابد أن تكون هذه الجملة الواقعة خبرا حاوية معنى المبتدأ. ومعنى حاوية المعنى أن نعلم أن لها اتصالا به، أن نعلم أن لها اتصالا به، وذلك بوجود الرابط بين هذه الجملة والمبتدأ. لا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. فلو قلت الرجل قام زيد، يصح أن تكون خبرا؟ ليش؟ ليس هناك رابط. الرجل قام زيد، طيب الرجل قام زيد أبوه، فيه رابط. ما هو الضمير؟ الضمير. إذن لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدا حتى نعرف أن هذه الجملة حاوية له وأنها وصف له، لأن الخبر كما نعلم وصف للمبتدا. فإذا لم تكن مشتملة على شيء يربطها به فإنها لا تكون وصفا له. إذن فلابد من رابط. الرابط في المثال الذي ذكرنا الرجل قام أبوه ضمير. لباس التقوى ذلك خير، اصبر بارك الله فيك. هل فيها رابط؟ لباس مبتدأ
والتقوى مضاف إليه، وذا مبتدأ وخير خبر المبتدأ الثاني، فيها رابط. ما هو؟ الإشارة، لأن قوله ذلك أي لباس التقوى، فهذا رابط. إذن اسم الإشارة رابط. الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ، خبره جملة ما الحاقة. طيب وش فيها؟ فيها رابط. الحاقة ما الحاقة؟ فيها رابط. الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، لأن إعادة المبتدأ بلفظه أقوى ربطاً من إعادة المبتدأ بضمير. ألستم قلتم إن قوله الرجل، إن قولنا الرجل قام أبوه فيها رابط، وهي الضمير. إذا عاد، إذا كان الضمير يربط وهو معنى المبتدأ، فكيف إذا عاد المبتدأ بلفظه؟ الحاقة ما الحاقة؟ هنا نقول الرابط إيش؟ إعادة المبتدأ بلفظ، لأن الحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. الحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ وجملة ما القارعة خبره، فما الرابط؟ إعادة المبتدأ بلفظه. فإذا قل كيف كانت إعادة المبتدأ بلفظه ربطاً، قلنا لأن ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدأ بالمبتدأ أقوى من ارتباطها بإعادة الضمير، لأن الضمير يدل على المرجع وليس هو المرجع. طيب، الطالب نعم المحصل، أو الطالب نعم الطالب، نعم الرجل، الطالب نعم الرجل، الطالب نعم الرجل. وإن شئت قل أيضا طالب العلم نعم الرجل. هل الجملة الثانية نعم الرجل لها ارتباط بالمبتدأ؟ كيف؟ ها، لأن نعم الرجل هذا عام يدخل فيه بالأولوية المبتدأ الذي هو طالب العلم. طالب العلم نعم الرجل، لا شك في ربط. الربط هو أن نعم الرجل لا يشك أي مخاطب أن المراد بهذا بقولك نعم الرجل هو الطالب، هو طالب العلم، وهذا ربط ظاهر. فإن قال قائل أفلا يمكن أن ندعي أن الربط هنا إعادة المبتدأ بلفظه؟ الجواب لا، لأن الرجل غير طالب. لا صح أن نقول هذا إعادة المبتدأ بلفظه، لأنه ليس إعادة المبتدأ بلفظه، لكن إعادة المبتدأ بمعناه لعموم الأفراد، لعموم الأفراد في قولك نعم الرجل. انتهى بالساعة ما أعلم الله على. طيب واضح إن شاء الله المعنى واضح. فصارت الروابط الآن أربعة: الضمير والإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه وبالعموم، والله أعلم. الآن اللي أخذنا أربعة: وبمالك فول حاوية معنى الذي سيقتله، وهذا لفظ عاد.